يوك بلا قول حوار يروكك مرينا مرا يفعادل كحر كيني تنكي برحينا من اليوك بلا قول حوار يروكك مرينا مرا يفعادل كحر كيني تنكي برحينا فقراتي كانت ما بعد تحرير إريتريا الأمة الإريتريا ووضع الأمة الإريتريا من ما بعد تحرير إريتريا. أنا ركزت في حاجتين. قلنا الدكتور موشي أصحب في شرحه في خصوص تاريخية الأمة الإريتريا، وبالتالي سهل لنا كل الأمور حتى نرجع لأهم فقرات في مرحلتين، مرحلة الأربعينيات والخمسينيات ومرحلة الكفاح المسلح، ومن حناتي لما بعد تحرير إريتريا. فالمرحلتين اللي هي مرحلة الأربعينيات والخمسينيات والتطورات السياسية اللي حصلت في الفترة دي من أهم مرتكزات الأمة الإريترية. الأمة الإريترية اتبنت أكثر أو اتبلورت أكثر في مرحلة الخمسينيات، التطورات السياسية والحوارات اللي حصلت والمرتكزات اللي أسست فيها إنه اتبلورت لإنتاج دستور إريتريا، يعني منبعه الأصلي هو الشعب الإريتري عبر ممثلينه. بالتالي في تاريخ إريتريا مرحلتين، الشعب الإريتري استفتي مرتين، واحد عبر ممثلينه في 52 واللي أنتج فيها الدستور الإريتري اللي هو بنقاش وتفاهم وتحاور لجميع أفراد الشعب الإريتري أنتج الدستور الإريتري. يعني من أهم مرتكزاته هو التعددية والتسامح والتعايش. يعني أي إنسان، أي سياسي إريتري محترم ما يعترف بالتعددية والتكامل والتسامح ما كان يعيش في وقتها. يعني دي مركز قوتنا يعني في بناء أمة الإريترية. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الكفاح المسلح، وده ارتكز على المبادئ بتاعت فترة الخمسينيات والأربعينيات. المبدأ الأساسي أصبح التعدد السياسي أو التعدد القومي والتفاهم والتسامح والتعايش. ده أدانا إلى لما الدستور الإريتري اترفض أو إثيوبيا عرقلت المسيرة تحت التعدد السياسي في إريتريا وعرقلت الدستور ودمت لإثيوبيا. الناس نادلت. النضال الإريتري أو الكفاح المسلح الإريتري من أكثر مرحلة اتبنت فيها مقاومات الأمة الإريترية، لأنه كان كفاح مشترك والمساهمة كانت عامة من طرف لطرف في جميع إريتريا. بالتالي ده مرحلتين أساسيتين في بناء الأمة الإريترية. والناس اللي عاوزين يفككوا الأمة الإريترية يبدأوا من هذا الدرب المرحلتين هذه. يقول الدستور الإريتري هو هبة من الأمم المتحدة أو غير نابع من
من إرادة الشعب الأريتري، وده باستمرار الناس ده منبع قوتنا نحن، وبالتالي ندافع عنه، جزء من تاريخنا وجزء من البنى الأمة الأريترية اللي هو الدستور الأريتري والكفاح اللي تم في الخمسينيات والأربعينيات والكفاح المسلح. حالياً بتسمعوا أشياء كثيرة يعني تضرب في فترة الكفاح المسلح. صحيح كانت في أخطاء وفي توقعاتنا أو آمالنا، والنتيجة اللي جاءت بها ما مش باللي التوقعات اللي كنا عاوزينها، هو الأمة الأريترية اللي كانت عاوزاها، كان في أخطاء، كان في انشقاقات وإيش، بس الفكرة بتاعت التعددية والمسالمة والمعايشة ما اندربت. مقاومات أريتريا دائما في اعتراف بالتعددية واعتراف بالمشاركة العامة. نأتي لفترة ما بعد التحرير. أنا ما عاوز أدخل في نفس الورطة بتاعت لما قدمت بالتقرينية. الأمة الأريترية بعد التحرير يعني تحتاج لقيادي محنك عشان يجمع قوة شعب قوتنا الداخلية حتى نبني على المرتكزات اللي بنيناها في مرحلة الكفاح المسلح، اللي هو دحينا مع بعض وإن ظلمنا مع بعض. يعني الظلم من قبل إثيوبيا ما طال قبيلة واحدة أو جزء من الوطن، يعني طال جميع مقاومات أريتريا، جميع قوميات أريتريا، يعني عفوا في التعبير عن قوميات، بس جميع فئات الشعب الأريتري انضربت وظلمت من قبل إثيوبيا. بالتالي ده في فترة ما بعد التحرير كنا نحتاج لقيادي محنك، قيادة تجمع شمل الشعب الأريتري وتبني على المرتكزات اللي أدت إلى تحرير أريتريا، اللي هي مساهمة عامة، وتعمل صلح عام وتبني أريتريا. يعني حالياً بعد التحرير نحن اندربنا من فئتين. واحد الأوضاع الداخلي لأريتريا، إسياس كان عنده فرصة حتى يكون قائد عظيم لأنه كان عنده قبول بعد التحرير، وكان عنده فرصة كاملة حتى يبني مجتمع متسامح ومجتمع عنده المقاومات اللي ما موجودة في دول المحور، عشان يكون عشان نبني دولة عظيمة. بس سياس اختار العكس، مش عاوز يصالح يجمع المجتمع الأريتري. يعني التنظيمات اللي كانت في الخارج بكل مؤيديها ومناصريها من أول يوم رفض إنه يقبلهم كجزء من أريتريا، ولحد هسه كلنا نعرف ثلث من المجتمع الأريتري عايش في السودان وفي الشتات، وده كله سببه طبعاً عدم القيادة. ده أضعف الوضع الداخلي لأريتريا. الوضع الثاني هو وضع الخارجي، واللي هو يبدأ من جارتنا. فأولاً الإثيوبيين ما قابلين، جزء كبير من إثيوبيا ما قابل بكيان أريتري مستقل بكل فئات تنظيماتهم، لكن الأخطر هو من قبل ويانا تيغراي.
شرعوا أولا بعد الحرب في أنه يدمروا مقاومات الدولة بتاعة أريتريا، لأنه الدولة قلت مشروعها في أستاذ درع عندك دقيقتين بالكثير. أستاذ درع دقيقتين بس. دقيقتين؟ أوكي. الدولة مشروعها عند أربعة مقومات عشان تكون تسمى دولة، يعني في حسب اتفاقية مونتفيديو في يوروغواي في 1933، اللي هو أولاً يكون عند شعب ثابت، ثانياً يكون عند منطقة محددة معروفة ومشروحة، وثالثاً يكون عند حكومة، والرابعة اللي هي إمكانية إجراء أو تسيير علاقات خارجية. يعني بعد الحرب مع إثيوبيا، إثيوبيا ركزت في أشياء اللي من الأربعة نقاط اللي تكون الدولة، إنه إريتريا شريرة، دولة لا تستطيع إنه تعمل تبني علاقات خارجية، في حرب مستمر مع جيرانها، وإريتريا ما عنده حكم ثابت أو حكم متعارف عليه. لو بعد الحرب باستمرار استمروا في ضرب هذه النقطة، يعني حتى يجردوا إريتريا من مقاومات الدولة بتاعتها. ثانيا بنوا منظمات لفكفكة الوحدة الإريترية عبر التنظيمات ما دون الوطنية، وبالتالي نحن في المرحلة دي مهددين من الداخل، قواتنا ليس لنا قيادة رشيدة، ومن الخارج عندنا جيران شريرين عاوزين يفكفكوا الدولة الإريترية. وده إذا عندي دقيقة واحدة ممكن أستمر. والله ما عندك، لكن إذا في نقطة مهمة شديد دقيقة واحدة بس. دقيقة واحدة. في الدقيقة الواحدة أنا كنت جبت مثال بتاعة دولة تشبهنا في نفس الأوضاع بتاعة إريتريا، اللي هي شرق تيمور. شرق تيمور في عام 75 إندونيسيا هجمت عليها واستولت عليها، زي ما إثيوبيا استولت علينا. استغلوا في عام 99، من يوم تحريرهم رئيسهم قال أنا عاوز أجمع الناس، في ناس كانوا يحاربوا ضد الاستيمور واقفين مع إندونيسيا، أول بأول قال أنا حسامح معهم وأدخلهم في الصلح ويحكموا، وأنا فترتي انتهت وما عاوز أحكم. من 16 أحزاب 9 أحزاب أجبروه إنه يكون رئيس، لأنه المرحلة دي تطلب منك إنك أنت تكون قدوتنا. قبل بفترة واحدة بس، من عام 2002 حتى الآن استيمور عقدت 4 انتخابات في إريتريا حدث ولا حرج. يعني كان لسياس فرصة كبيرة إنه يجمعنا ويقوينا، بس اختار العكس. شكرا جزيلا أستاذ درع. والآن البلاتفورم دكتور بيان كاشكا. سمرايز كجبرني تي جروب ون ديسكشن مايك دكتور بيان. تبين كني unmute him. okay. yeah. we can. okay. سلام. one second. go.
اوكي سو ابزي نايلو معلتي زارب اللي متي زلخو لو معلت متي زارب اللي امونغو نا متاخو نتي زتباهلن نتخبهال زلون بدحري ابزي سيمبوزيوم زتقال الحسابات نمقرابي زي اكم حنتي نفسا زخالت سرح تغييرات وسيده نع تمدي بمتي زلخمو حجي انتايوتي كسمرلو زلو نغرات ابو كتكوري مالتي طبعا سي كلاتكم قعد حمصاهم زغات امزخا نقول انا عدل ذهبنا بفلاي ابزنت مغيره ترخي بزلو اب هاجرنا كاب زي سرعات قد ما عامز بولو كله ختت كتت يعني على غالو مجرشه أبت إنترفيز قبله لما عملت زبالة خا أنت بيتك أبنجا بس أنت بيتك بيرون دبترن يدلهم كل بيرون دبترن كتير يتمني تنهنا. سأزين نابو خميجرنا هنسجرينا نزبل التحساس بع نابو فوكس كنجبر. إيفنتشوالي جن مجمع رياخاتي زت أرنا جرات كتير الله زحجلو معلت زربالنا برخا دكتور مشي جميركا كتاب أبزامة تفشل تزاربا حاونا. درع تأشمو انتايك قبر زلو نابينا هنكي دلينا قدم كنفلت قلنا مالت حجي انتاي عبزا غربا اوان مالت زي وقئ زمت حدنا ايتوبيا نتلوت اين نمتع نفتحاوي مخنيات نكالس قلنا يلوم همسلو اتمنش اناتو قن اندحر دارينا يواتو كير ناس تباهلنا لو نابي اتخيد ناب تقرأي ذلو universities أب أو بش نتشر حتي أبو خوينا مزجمروي كوني لهم كمي غيركات إرتراوي politicانات الرأية تغيرات رأيزي كوني demoralize كمي تقبرو كمي غيركات destabilize تقبرو كمي غيركات crisis create تقبر إزي تزرعنا يوتعش مسرحات مالتي نزخ آني توقع مسمت أي ترأي مخنياتو بتاع 2018 ناي إرترا سرعات مس ناي أبي أحمد إساس سمامع مس قبر وبتان حمشتانات بي تتنشن شعوب بويل كقبر جميرو تي بي ال اف تأمامينهم نيرون بتذنبرهم حالي بتذنبرهم أتوار تخول زبهالنا بزعبا إرترا ويمننت تدوقيسو بنفس خمزي تأمامن. إذا تكنولوجيا حقيزوون تخونتات تبوق well organized كوينت أنيهم. They did excellent job as much as they could go they went. جن تي حنت خلت تكينا قرات زي استبهالو لأن ناي هقدفها كايدا بسقطة إذا حلف. انتهي كم تحسب زلو انتهي كم تقبر زلو بفتش ما يتسمعني هات. That's a policy. ولا تزي بولو ناي سقطة policy. بأنس أروخ تزرعنا ناي تي بي ال اف سراح بما زي بالكاخ نسخه تنترع مبال بقى عنده راتك كم تيسياس زولو عنده راتي ابو اتوكيركا نعو بقى نتسب هديتك كم زي سرح رؤسو خمزة دننقبر اموني تؤمنو نعنا ونا كترات من جميل نيرو personal مالي مالي اتوال ابتعواتي تصحف نيرا ازي خعوات سيبنون ناي تقرأي زقبرو زولو تي بي ال اف وق نيت نيرت راخدم ست تتبقس مخان اتس نات جست نيساس كلقس هيكون فزي اباتهم سغيرهم تقراي تعوت هقدفت كبليو تي ام وتهدرات نيرت را والحمتي اسنانهم زرقفوا اركتت يوم بزح حاله ولو يلم نتسب كونفيوز غيرمو ارتراوي اولموست سدني رغن اتا سقتا تقيما معناته انتي كم زلو افرا حنت خفلتي قالو انتهى حيزو خمس نبرة سرعاتتي أم مش أرشة حجي الداخل مولو حجيتها عباية حتى تمت أبزي أنتها تزدك أمولو نبار غربنا بأنت أسكب بالعسفة تأصل هنا حدا خبتي أب شحن سعاتي 270 كاب سوفيتين نبر حجي راشا دلا أبتكزيتي كاب سوفيتين دفكت زقبرة عبي ناي كي جي بي ناسهم زمت أناب أمريكا interview of 1984 hajin tailo ti disinformation campaign nigobro nebernans absobiet si abze metsem siraqo kemay qallil yu na had hager kitnaqan qo kham tkhil si shu'u tara'in magniatu bet communism
بالسوشاليزم من قد جبنا ماركسيزم من دابلنا أنا ترامب بس أقام زولو أمريكاويان يعني حيزنا يوم نيرنا تبغى غيرنا يبغى حج إذا تقيمونا نزيد أكل هاجر سخن غيرنا إنستيشن زولو كان داخل مجمع نيرنا نيرنا إماجن حج إذا تقاملونا ورونت أنا أربعة سنة قراتين تازبوا قبلنا ورونا ديستابلايزيشن بروسس كم يجر كخ أنا كرايسس كريت قبر كم يجر كان تسب تتقاملوا عجيزي أم در أنا يومين كيدوم STPLF كوينوم إرتراخت عوث يزبلو نبار إرتراوين يزبلو نبار إمسان أبقى السيز نبار إم حجيزي أرى نتصر تجيرا تانا تانا جارة إن هاجر تتو زبلن إتي مستزمت أنفاس كيدو نازي سرعات بالزخونة نجا مجد ديارة خلقو سئي إن the process وانت إرترا تتحمس تتحمس جيتي إرتراو من النت يلن تقراي من النت يزبلو إزي أب كاب تحت خساب لعلي سعد كان أبزا ريسنت لزبلا أبناي تأشمر إخمو تكون أبناي Heritage Foundation إرترا إذا تري أوزر لهم سبعين دحر نعوقو يخوين سأبشن تموت أوزر لهم إذا تري أوزر لهم يعني ولا حنت أي تقطعمكم من أنا إحنا جن نتي ن American policy كم نكايدون بتبغى يرنا هم نحزن نتي stability نهون في أفريقيا نكبانا إخمت زغل زبل خمسة أكل تأشمين يروم كقلت نيروم ركب نيروم نتورك نيروم تقول العسرة عم تحجي تبروسس ناي دي ستابلايزيشن حادة جنريشن يزو السدي بالمعرفة يزي يدو زهابين أميريكان تايبل عصرت حمشة عمت مهنياتو حادة تمهاري كاب ود حمشة عمت كسا ود عسرة عمت صخول نعوو كميقر كاخوس كيسكا ابتينات كا تأشم تأتو ابتينات كا استراتيجو زخ ابتي خيزر لها تحري تا ناي كرايسس مفتان سلسته ربعة عمت مدحريو تا حجي دار قاب عن بيتي حم نيرم قنا بتاوقع مزمتت تا نقر تخوليفا حجي كحصرات تا نقر تخوليفا كنسا بوشتي ازي سرعات زي ار اير فرازولو حجي زبولو زيربا ناي كتابا عروب كنكفتينا منصوغ علي للوغن ابيلو تي بارلمان ابيلو تي كونستيتوشن ابيلو تي بوليسي بمن تاي مسارت يعني متتكال زي بلو هاجر كمي غيره انتي تامامينه اخي خيد تدغزلو اوشت زلوها هو غزيو ماتي حجي وفيتو يراي سخا كما رحمت عندك عندك دك هانت رلها تهزبي ارترا دكو يا ديري احواتو زيري ابدغن اب فحبتن اتي وزلو خملست خوينو نوبرك كبرت خوينو حجي ازا غزي زي لك همتا اب تويت زبلو انا برو بتغرينيا بانجليزينيا بعربينيا لك كم تنا existential threat مبلغ لنا زنبرة تاب إيرترا أبرتز قبرنا نعاء وجدوا له أدكموا له هجين ثانيك step كوس ده زلوه أنا تي إيرتراوي كم يجر كا أكيب كاتم تو كم يجرو أبتي نبورو خملس أم يجرو بطبخ حيل بتمرتخ حيل تمرتخ تعباي نجر نتعش مزقير نجر تالي بتمرتي بتمرت قبل كل هون تهم على تين مثال ناب إيرتراز أما تترايز يكون نقول هورنا في أفريقيا تدا إثيوبيا دخوم تمرت عند حزامات أهم تلك حج بتبي ألف زجبرون عصر تحمش تعمته بتجري إنفرسيتي خنسم نحنا كو بعد عيز قب أن نيرو أب جيجا بوتا ينزل لنا هالبنية تمالت مال حج هذا خبتم إنفرسيتي بروفيسور زي بشرحي ببلان زي تقبلس هون كم يجر كان زي كم زي عينت عشان هو تقف قاله أتحسس بعدي تخلو تخبر بتيق حسب الله. So education is the ثام مسألة تاوي. نعسر تهم مش عامد بلان نعسر عامد بلان. كورب كملس. أمريكا تغير وما بزي. المهم إذا عامد كوسونو خلو انتينا ندل ذلنا. أمريكا وذي قص بمنتينا كن عبيو ذلنا بخمين خط مسألة تاونا قدر خن قبل اللي ذلنا يلهم. قال أخسر رح يبلون تمرت خاطر له تمرت وقص عسر تقل تقلو دار له. رايمو ده زي كونه. إتي زيجا خاء إذن 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 إذا حاز خخون الله بعند صاروا سعودية حج غيروا ماله غيروا له مغنياته تي من قد زجورونا ورس الذي يبله سلذي ليس رحمالتي أب أميت عمت ناي مور أب theology focus تمرتينير حجي كومون دحر غير كا أمي تعرش أمتى خات علي زيار إنا هذا تهانت هاجر أسامة فريا تهانت هاجر أوباما فريا حجي سخا إرترا وزيقا أنت أخي فرت الدليل ذلك كم عين الزيقا أخي تفتر ذلك أنا زي حجي أخي تحسب له ذلك لو متواليدو عسر تخل تخفل خود كله ينفرس خود كله ولا أنت عين الزيق النت حجيزو
كنت هاجرو تراي زي كونس نت خبابون بسلام مستخباب زنبر أبقون قا حدا حفشة وزخون قا دكتور سوري حنت دقيقة رفاتك كلا هلا شكرا شكرا so حجين تأ أنا بزي ناي تأشمو ناي إريتريا نايلو معلت السيمبوزيوم من ديزار من هذا له أتي دكتور مشيز بولون سعيبا منعوز دقف حساب ذهابون نعو حيز كان أبزح جزمات ذلو نيكس تأشمو هن هو ذلنا نتأي ناب كرمي تزد أما تزار بحن الزارب مغنياتو تسور المسارتون فليقنا ألنا تزقات أما شقرات حجي همي غيرنا نزي سرعات زي صغط إديو بزخونا من قدي كمي غير كا فيني ويركب تزررب كاتكايدلو تهاجر كتمع بل إزي بزلفة هاجر كتمع تأميرات التخون كميساة ستتسأر خيلا كادام تقلبي تمهالا بسأر في زمات ألوكي إلن سلازي كيف كا مستي إرتراوي زي سامامع مسحاء خاخت زاخت لازد زلك مسو السامامع دا أوريد نتعمل زفر ليك سلازي أبزيئن أتوكيرنا زي أن تي مايند سيتنا هنا تفريم سي بخمس خيد تسفاقر درمو يغني اللي Thank you. شكرا دكتور بيان شكرا جزيلا على الملخص الموفق جدا والآن المايك إن شاء الله راح يكون للأستاذ الزين شوكاي ومع فقرة طرح الأسئلة على المتحدثين دكتور إدريس موشي موجود إذا موجود موجود نعم أوكي المايك لك أستاذ زين أنا باعتبار ما لقيت فرصة للحديث قلت أختصر فرصة أنتهز فرصتي في طرح الأسئلة لإغناء هذا المساء يعني فعندي ثلاثة أسئلة للثلاثة أخوة اللي كان عندهم مداخلات الباناليست الثلاثة يعني السؤال الأول هو للدكتور إدريس موشي الدكتور إدريس مشروع الأمة مشروع ضخم ومؤسسي فهل نبني الأساس لإنشاء معهد قومي للدراسات الإريترية في الخارج في الدياسبورا في نظرك لأنه مهم جدا إنه مشروع من هذا النوع تتبناه مؤسسات يعني تشتغل بشكل منهجي علمي سليم. تقدم أي حطويني دكتور إدريس موشي تاينيرو زي بروجكت ناي أمونتسي بتعمي سفيحن عبن تكلاون يك هونز اللو. كومس اللي زخونا دمّا انتايري إتوها حجي أب دياسبورا كلنا. Eritrea National Institute Nobelo Center Nobelo for National Center Nobelo Institute for Eritrean Studies Zimusratolu Ritoy Hillo Kado Hon Kemitri on as a good daisy. Ne Dr. Dismoshi. Nehauna Shifa Omar Dima Khalina Ustaz Shifa Nakun Dagiga Bas Nitakad is a Hua Mojud Ustaz Shifa Mojud Aya Mojud Mojud Kosar Mojud Afan Salwa Mojud لأنه عنده مشكلة هو في أيوة في التواصل عنده مشكلة لكن نشوفها بعدين بالنسبة للأستاذ شفاء أنا خليني أكون صريح يعني مع نفسه ومعك يا أستاذ شفاء هناك من يشكك في ولاء هذا الجزء الغالي من وطن من الوطن دنكاليا في مسألة انتمائه للأمة الإريترية أنا ما قاعد أقول هو كده هناك من يعمل كده كيف ترد على هؤلاء تاريخيا وسياسيا يعني أنت إذا بلوز الله نحاول نشفى بقولوس إن حتى كحن تحط اللاتني نساد ما قالي أمسي أبلع لي كفل نايزي كبر هجرنا زغ كبر كفل نهجرنا دنكاليا فبزحت جزية كم حدا بتي أمة ونة نيرترا زي نتو ما أدري زي تقبلوا جريمة مزغربوه أمة عفرية قال ما العينة حجي نزحوا تزي بتاريخهون بوليتيكهون الرعاية هم يقدر كحد قط ما تخيل نزب الحطية حطيتها نحاول درع الأستاذ درع دباز حسب علمي فأنت من الجيل الأصغر مننا يعني سنا وخرجت من إريتريا يعني في السنوات ما بعد الاستقلال يعني كيف تقيم الضرر الذي حدث للإريتريين في الجهل بنضالات أجدادهم بصورة
لائقة؟ يعني هل ترى أن هناك تشوه في المفاهيم وخلط في المفاهيم كمفاهيم الأمة والشعب والوطن والتنوع والسيادة والكرامة والتكامل؟ لأن أنت لمستها في خطابك لكن ما تعمقت فيها. يعني إذا كانت يعني سؤالي هو هل في أسس للبناء عليها على أساس التعددية والتكامل والتسامح بين الإريتريين زي ما ذكرت أنت في نحاول درع دمان تاني رحوتين بتي أنا زر أخوه صاحب تم دحرنا زو صاحب هاجر تمسني خاب عد مهات كمانات نسيها كم يجي الكاتريوتي محسيتي ويتي قرأت قبل عليه من إسير قوان تفسين زلوا بزعبا ناي أبوتاتهمن أبحقوتاتهمن كالستات زي مفلاتهم كسب كندينا حزرة على اللبز تري كسب كندينا يدمع نزي كالستات زي كسب كندينا يدفين جيرمو أتهم سلعتنا أتهم إرتراونت إرتراو ماونت أتاك جبرز في التنو كسب كندينا يدمع سلقلق أبسلقلق أتفين لخمس كسب كندينا يتحاوي سوى مالو أمرات كم أمة هزبي هاجر بزحنت وزته كم يقول كم هاتريون زي حطوا زي حطوا هذا الأغريب اللي هم نتوم سلست حوار. شكرا جزيلا أستاذ زينشوكاي. الدكتور إدريس موشي لو سمحت أفتح الكاميرا وأستاذ كوثر يا ريت ترفع المايك. تفضل أستاذ إدريس المايك لك. شكرا لكل الإخوة المتداخلين. أنا سعيد اليوم لوجود أستاذنا شفا وكذلك سعيد بمداخلته الجميلة وكذلك مسرور بأستاذنا درع وأستاذنا بيان وبينه الملخصات الجميلة. والسؤال الذي طرحه أستاذنا زين شوكاي هو سؤال كبير حقيقة، ولكن لكي نطرح هذا السؤال لابد أولا أن نفهم يعني قضية الأمة. هذا زي ما قال أستاذنا هذا مشروع كبير جدا، ولكن لكي نعمل له مثلا مدارس وكليات سواء كان في النيجر وفي الخارج، أولا يجب علينا أن نقدر لأن أنت عندما تعمل هل عندنا أساس نبني عليه؟ هل عندنا تراث تركه لنا الأجداد فيما يتعلق بالأمة لكي نبني على هذا التراث ثم بعد ذلك نطوره أفضل؟ وفي الحقيقة أنا في كثير من بعض المحاضرات كنت أقول أن كثير من الناس يعتقدون أن أمتنا كانوا على قدر حالهم يعني مزارعين والوعي بتاعتهم كان بسيط، وهذا التبخيص والتخزين طبعا هذا يعني موروث من الأدوات الاستعمارية اللي كانت موجودة. وهذه النقطة بالذات مسألة التعليم والرعاة وإلى آخره، هذه كانت المعين، هذه العبارات، هذه المعين الذي لا ينضب لمهندسي هذه المشاريع المعروفة في منطقتنا. يعني حتى الكتاب الإثيوبيين هذه العبارة كانت موسيقاهم المفضلة، يعني في حين أن الأجداد كانوا بينظر عكس ذلك. يعني فإيش لكي نجيب على هذا السؤال بتاع الأستاذ شوكاي الزين، لابد أن ننظر ما هو الإرث الذي تركه لنا الأجداد، كيف رأوا نفس عرفوا الأمة، كيف بذلوا، ما هي نضالاتهم، هل كانت نضالاتهم فقط مجرد برفع السلاح أو بالاحتجاجات، أم أن هناك حركة علمية منظمة جرت من أجل بلورة الأمة وتعريف الأمة وحشد أبناء الأمة الإريترية في فهم هذا الموضوع. وأنا أعتقد يعني لو تناولنا نظرنا إلى تلك الفترة اللي كان فيها أجدادنا وطلعنا على كتب أجنبية، ليس كتب كتبوها أجدادنا، مثلا الكتاب الذي كتبه هذا اسمه الإيطالي، هذا اسمه لوجيزيبي، إن هذا يعتبر من أهم المصادر الفريدة، وهو قاموس تاريخي بيوغرافي لإريتريا وأعلامها وعلمائها. وكذلك عندنا كتاب آخر كتبه واحد إثيوبي اسمه إعلام الأنبياء بنا في أربع،
الحبشة من العلماء وإلى آخره. هذا أيضا فيه كمية كبيرة من الفقهاء والعلماء والقانونيين أرخوا لهذه الفترة. وهذا الكتاب يطالي هذا الكتاب، هذا فيه مهم جدا، فيه قاعدة بيانات مهمة جدا لمجموعة من الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية التي تمت في إريتريا خاصة في الثلاثينيات والأربعينيات القرن العشرين. يعني الكتاب هذا يا جماعة يتضمن ما مجموعه 2358 سيرة ذاتية بأطوال متفاوتة، تشمل على تفاصيل مهمة جدا حول المهن والتواريخ وأماكن الميلاد والوفاة والأسر. والأهم من ذلك أيضا أن هذا الكتاب يذكر الناس بمهنهم ومؤهلاتهم الأكاديمية وإلى آخره. يعني لو ذكرنا فقط من هذه النخب في هذا الكتاب، أنا جمعت مجموعة كبيرة منهم: عبد الله عبد الرحمن، عثمان سعيد، أحمد عبد الرحمن هلال، أحمد محمد الترعاوي، على عمر وأسوق حيمة، وبرهان تكلو، ودانيال بس، مجموعة كبيرة جدا جدا، محمد حقوس برا، دقيات عمر، صفاف الشيخ إبراهيم مختار، الحاج برهان، الحاج إمام موسى، برهان أحمد الدين، الحاج سليمان، بلاتة محمد عبد الله، القاضي عمر عثمان. هناك أيضا هذه الإمكانيات المعرفية اللي كان تركوها لنا هذا الأجداد نجدها تنعكس على الصحف التي كانت تصدر في إريتريا في تلك الفترة. يعني الصحف اللي كانت تصدر في إريتريا في الدول العربية مجتمعة ما كانت، سواء كانت بالعربية وبالتجرينيا وبالإنجليزية، 25 صحيفة ومجلة كانت تصدر في إريتريا. يعني حركة علمية حضارية ضخمة جدا تحتاج إلى من يقدرها، إلى من يقدر هذا. بعدين أجدادنا قضية الأمة هذه عرفوها تعريفات عجيبة جدا، سبقوا بها علماء كبار أفزاز معاصرين. يعني الآن لم يلحق بعد أجدادنا جاءوا، ثم بعد ذلك تعريفاتهم أنا عندما قارنتها وجدتها شيء عجيب جدا جدا. يعني التفوق أجداد على الفلاسفة وعلماء الاجتماع، يعني أنت لما تقارن بتعريفات العلماء، العلماء الاجتماع، لو نقارن تعريفات أجدادنا للأمة نفسها، فسنجد أن أجدادنا كان لهم فهم خاص للأمة، نظراً أولاً للخصوصية التاريخية. معلش على المقاطعة، ولا في زعاج شوية شديدة للحاجة الثانية، دقيقة واحدة عشان ندي فرصة للبقية. طيب دقيقة واحدة. إذن أنا أقول لأستاذنا الزين شوكاي، يعني لو كان اليوم نحن فعلا بحاجة، فعلا للأسف الشديد نحن لماذا نقول لا، اليوم لو كنا نمتلك مثلا جامعات في وطن يكفل الحرية لأبنائه لدرسنا هذا الإرث الثقافي الذي جمع بين المدارس الاجتماعية والسياسية وأخذ من هنا وهناك بما يتوافق مع إرثه وتاريخه ومصالحه. ولكن هذا أيضا لا يجعلنا أيضا لو تفتح باب الشيطان. إذا كانت هناك من إمكانية حتى في الخارج وسنيت ممكن تتبنى هذا المشروع، لأن هذا المشروع الذي نتحدث عليه، يعني لا هذا ليس مشروع لفلان ولا لعلان أو مثلا أنا كتبت عن الأمة، لا، نحن جمعنا فقط، وقد جمعنا جزء ضئيل جدا جدا من التراث الثري الدخل لأمتنا، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الوطني، لأنهم كانوا يواجهون تحديات ضخمة محلية وخارجية ومن دول الجيران، ولذلك أبدعوا حتى في تعريف الأمة الإريترية وفي النضال من أجل الأمة الإريترية إلى آخره. فأنا أتمنى إذا لم تكن هناك فعلا يعني كليات على مستوى كبير في الخارج، على الأقل يعني نبدأ بمؤسسة مثلا مثل سنيت أن تتبنى هذا المشروع حقيقة، لأن هذا المشروع هو مشروع وطني خالص إريتري صافي جدا جدا، وهو عصارة وخلاصة أفكار وإرث أجدادنا الذي يجب أن نبني عليه، وهذا مشروع بالمناسبة. شكرا. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لك، ومتأكدة إجابة شافية وكافية. أتمنى الأستاذ زين شوكاي، أتمنى إنه دكتور إدريس يكون جاوب على سؤالك. والآن ننتقل أترجم الإجابة سلوى باختصار.
يا ريت في دقيقتين إذا في مجال. يس يس أنا أول ما حتجاوز ثلاثة دقائق. أو ثلاثة دقائق. أوكي أوكي. I promise you. دكتور إدريس جاوب على دكتور إدريس نتيجة حطوه من اللي شغل انتهي له زي عبي بتعمي عبي حطوه إله جن عوخ الملش نيجدن تي مسرتات على النادي بلنا لنا كن كن دهسس كن كيل على لنا انتهي بلنا نحنا عبي ورش على لنا عبي أخنا هنس النخيل مبزحت جزية هزبنا كتقعوه خلوز ألاتو كم زي الدخوم زخون هزبي حيل زي بلو تاريخ زي بلو جيرم يم زغربون يرم بحلف بحلف دماء إثيوبيا ويان كمون نعم زمسلو نعم صعبو معرابا ويان كمي قبرن يرم حجي نزي خن كن بدون تدا أخينا نزي كمي جيرنا خن فلتو لنا كد مقاد عدم بحراي بل أب إرتراسي ناي بحكي حيال من كسقاسي نرو أب أربعاتاتن حمساتاتن زم نزي ناي أمة ونت مسرة زجبرو بتعمي كإلى زنورم سرات يوحدون بر بتعمه كإلى فات يوم نيرم يبل حجي أبو من ماني تكس مثلكم هذا إيطاليا ود صحفه مصحف أبو كم رفرنس زجبرو مالتيو أبو أنت يبل أبو تأكيد زلوا ديتا بزعبا كل تشحن شمون تمتن حمسان شمون تن إرتراويان ناتوم تاريخ انتاي سرحني روم تاريخهم برسناليتي ناتوم صدرهم كابي كمزو مزو مساس أم بقولهم زيتما هروو مدايات انتاي نيرو انتاي مسي نيرو تمهرتهم كسب كنديناي كإلاتات نيروم قلمل أو تسعحي فلو حجزي كم عبنك كنتو صندر أخيلنا انتاي يرئينا أب إرترا أب تيكي زيتي كسب كندياناي هبت خمسة نبرنا كسب كندياناي كإلاتات كم زنو برو هجمة وزحت جزء زك حزلو الزئيو أب إرتراسي كسب معري عشران حمشتن جازيتا هو أب سلس تقام قاتات تقرينيا عربينيا إنجليزينيا سي كسب كندياناي أبت خبابينا أي نبرن كومو بحركة أو زيادة بس أب تصحف زنو بري أرتيكل زيبل بزعبا أمة ونت كزاربو خلو بز أبزيلو من نسمعو من نريو من نببو من فلاسفان سوشيال ساينس ده صنعو نعوهم كابهم لعلي كيلة نيروهم إلي يزيقون متو سلزي أرادادو أم أمة ونت بتعمي سبيشال ينيرو لومي يونيفرسيتي تزهلونا نزي 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 تراس زي نزي نزي ورشازي مع كابناير ريرنا نزي تأكيد زلون كنت كمل مخالنا نيرنا إيزل بقى شكرا جزيلا أستاذ هزين شوكاي الأستاذ شفا أتمنى تكون متذكر السؤال يا طبعا متذكر المايك نعم المايك لك شغل الكاميرا لو سمحت أخ شفا والله حاول كيف تدي أعرف يا سلوى لو ما شغل الكاميرا يكون تصور إنه الصوت يكون عنده الصوت أفضل لو ما شغل نعم. الكاميرا حسب ظرفك يعني إذا في صعوبة عادي ممكن لا كيف الآن كويس يعني لأنه أنا الآن على الواحد ممتاز يا واضح نعم تفضل الصوت هيكون سوفر واضح لكن إذا في مشكلة ممكن تكفي الكاميرا يعني الصوت كويس مهم عندنا الصوت نعم واضح الصوت كويس أي تمام خلاص تمام أيوة الأخ زيد شكرا على السؤال هو سؤال مهم في حقيقة الأمر سؤال مهم أنا ما أخذه يعني على أساس أنه لماذا هذا الاتهام منك هذا السؤال دائما لتوضيح بعدما خفي لتوضيح بعدما بعد الأشياء التي إساءة فهمها هو كويس يعني مثل هذه الأسئلة الجريئة ولابد أن تكون الإجابة عليه أيضا جريئة يعني. أبدأ يعني أنا قد ربما هذا حقيقة موضوع طويل موضوع طويل قد ربما يأخذ وقت في الإجابة على السؤال أولا أريد أن أنوه لنقطة يعني في البداية الأخت سلوى
أنا عندما تحدثت عن الأمة الإثيوبية والأمة الإريترية، أنا فهمت قصد الدكتور. الدكتور ما قال الأمة وما نفى الأمة الإريترية وما نفى وما أعطى هذا الحق. أنا كنت أسئلتي على اللي يقولوا إنه اعترفوا، والغرب اللي اعترف لوجود أمة إثيوبية، الاسم إثيوبيا جاء مع مليلك يعني في نهاية القرن 19، ولماذا لم يعترفوا لإريتريا؟ وهذا كان التساؤل. فيما يتعلق بالسؤال، حقيقة هذا سؤال ليس سؤال، هذه الحدوتة والمشكلة تتكرر كثيرا خاصة من الناس العاديين وفي وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أرى يعني أقف في كثير من المرات على مثل هذه التشكيكات، أو ربما يشيرون إلى بعض الحقبة التاريخية وبعض الأنشطة السياسية وغيرها. لكن قبل التشكيك يجب أن، إذا عدنا في البداية، هناك عدة عوامل ربما أنا أقول أنه أثر على هذا سوء التفاهم بيننا وبين العفر والتشكيك في انتماءاتهم للأمة الإريترية، خاصة الإريتريين وشعوب أخرى. أولا هناك عوامل تاريخية، هناك عوامل اجتماعية، هناك عوامل جغرافية. فإذا بدأت بالعامل الجغرافي، العامل الجغرافي، جغرافية إريتريا كما هو موضح، الرأس والذيل، الذيل التابع ما بعد ما دهلك وما والجنوب منه، في الأغلب يشكره الشعب العفر، والشعب العفر يتميز بصورة أو بأخرى بأنهم يعيشون في مكان جغرافي ربما يكون خاص بهم، يحدهم من الجهات الأخرى، من الدول الأخرى، نفسه قبائل عفرية. دنكاليا هذا يعني على عكس المناطق الأخرى اللي كان فيها على الأقل إما مناطق مختلطة أو قريبة لبعض جغرافيا. فهذه الميزة الجغرافية أدى إلى ماذا؟ أدى إلى عدم معرفة الشعب العفري أو شعب دنكاليا بصورة واضحة بالنسبة للناس العاديين. أنا لا أتحدث هنا عن الناس القارئين، عن السياسيين المتمكنين والعارفين لهذا الأمور، دائما ما لم يكونوا تنطلي عليهم هذه مثل هذه الاتهامات. فهذا هو العامل. والعامل الآخر، العامل الاجتماعي، الشعب العفري يعني بطريقة ما ربما أنتم شايفين يعني في وسائل التواصل في الفيسبوك وغيره، فكثير من العفر تجد أنه الاسم العفري كذا العفري وكذا العفري مربوط باسمه، فعندهم ميزة معينة تختلف ربما أو ربما لا يعني تظهر على العفر على أكثر من غيرهم وغيرها، تكون عندهم انتماء وطني وعندهم انتماء آخر للغتهم وقومهم. فهذا الانتماء حقيقة، الانتماء الوطني أو السيادي أو الهوية الوطنية، وهذا الانتماء الآخر لا يتعارضان، وهذا ما أثبتته حقيقة الحرب الإثيوبية الأخيرة. والعفر يعني على عكس ما كانوا يعتقدون أن هذا الحرب، خاصة TPLF لما رجعت من في جولاتها الثانية، الجولة الثانية والجولة الأخيرة، الناس اعتقدوا الآن هو فرصة لقبائل العفر اللي نحن يعني عارفين إنه من زمان إنهم عايزين يستقلوا، عايزين يكونوا دولة عفر الكبرى وغيرها. فاستغربوا بعد الإخوة سألوني: يا أخي أنا لم أفهم ما الذي يحصل على عفر. قلت له: ما الذي حصل؟ قال: يعني جاءتكم فرصة على طبق من الذهب وأنتم لا تستغلون هذه الفرصة الآن. تسمعونني يا الإخوة؟ أنا مسموع؟ نعم، صوتك واضح. هذه الفرصة من الذهب. قلت له: هذا لأنك لم تفهم.
هم دافعوا عن إثيوبيا هناك، العفرة الإثيوبيين دافعوا عن إثيوبيا، والعفرة الإريتريين حيعملون كذا على عكس ما يعتقده الناس يعني. فهذا من الأشياء، لأنه TPLF لو كانت تمكنت من هذه الأرض وبعض الأقاليم اللي يعتقد أنها كانت يعني تشكل خطر على وحدة إثيوبيا، لم تكن من الأقاليم التي كانت تشكل خطر على إثيوبيا، إلا كانت كان هذا يسير في إثيوبيا. واحد الشيء الآخر، ما الذي العامل التاريخي؟ كاشف، أنت تقدر تفتح الكاميرا في مجال إنك تفتحها؟ لأنه أتصور من متطلبات المتحدثين هنا وحسب الإدارة إنه لازم الكاميرا تكون مفتوحة. ماشي ماشي. يلا عمل فيها كنت. معلش بس على الإزعاج يعني. لا لا ما في أي مشكلة، ما في أي. كويس سلام. نعم ماشي. الصوت كويس. أما العامل الآخر والعامل يسميه عامل تاريخي، هو أنه هو المجتمع العفري هو المجتمع الوحيد في إريتريا اللي تضاربت مصالحه مع مصالح قوى استعمارية أخرى، يعني قوى إثيوبيا وفرنسا، لأنهم كان عندهم امتدادات على دولتين مجاورتين لإريتريا، ليس فقط لي. وإثيوبيا كانت ترى فيهم تهديدا، قد ربما هؤلاء إذا أرادوا أن ينفصلوا قد يشكلون لنا تهديد كبير. الاستعمار الفرنسي اللي كان في 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 جيبوتي، فكان يرى أكبر تهديد لوجوده في في جيبوتي هم العفر. ليش؟ لأنه أول حاجة إنه يعني أنا أسمحوا لي يعني أطلع بعيد عن عن خريطة إريتريا في هذا الحديث، لأنه نحن نتحدث الآن عن العفر. فخريطة جيبوتي 87% من جيبوتي يسكنها العفر، 87%، يعني قريب 90% من المساحة يسكنها العفر، وأقل من 13% يسكنها الإخوة الصوماليين. لكن ماذا فعل الفرنسيين؟ سموا هذا الجزء من الارض بالارض التريتوار، ارض الصومال الفرنسي، سموه صومال بانهم بما انهم يسكنوا فقط 13%، وربما تقول الان العدد، وحصلت فيه كثير من التغيير ديموغرافي وصار فيه عدد السكان فيه اختلاط الان، لكن ما زالت الارض كما هي 87%. وبالتالي بدأ يروج لفكرة إنه هؤلاء سيشكلون خطر، هم خطر عليكم أيها الإثيوبيين، خطر عليكم أيها الصوماليين، وبالتالي يجب أن إقصاؤهم وتهميشهم. وهذا حصل بالفعل، فهناك كتب عديدة جدا. كتب عديدة في فترة الاستعمار، الحاكم الفرنسي كان في دخل يراسل الملك هناك في إثيوبيا ويقول له نفس الكلام. وحتى في الفترات اللاحقة هناك سفير فرنسي، سفير فوق العادة، كان مختص وكاتب، الآن أنا نسيت اسمه حقيقة، يعني كنت أتذكر اسمه لأنه بحثت عنه قبل أسبوعين. فهو رجل سياسي محنك وسفير فوق العادة، عندما جاء إلى إثيوبيا أثناء الدرب قال لهم أنتم تعتبرون الآن الإريتريين مشكلة، هم سببوا لكم مشكلة كبيرة، ولكنكم تنسون مشكلة أخرى هي مشكلة العفو. قال هؤلاء يسببون لنا مشكلة، نحن في جيبوتي هناها ما يعني حينها جيبوتي ما كانت مستعمرة لكن لم تكن محررة بالكامل،
وليست محررة حتى الآن، لأنها يعني التبعية ما زالت موجودة في جيبوتي. فبالتالي يسببون مشكلة لنا ويسببون مشكلة لكم. هذه الرسالة كانت لمين؟ رسالة وجهها والآن أفرج عنها في 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 فرنسا، أفرجت وهي رسالة استخباراتية لكن أفرج عنها حاليا في فرنسا. والرسالة كانت لمنغستو هالي مريم. متى هذا؟ عندما أعطى ما جاء ما يسمى بإيسابا والمناطق الفيدرالية في إثيوبيا. هو جاب هذا الفكرة لما رأى أنه لا يمكن السيطرة على البلد والضربات الإريترية كانت قوية، جاء قسم البلد إلى 5 أقاليم وأداهم حكم الذاتي من ضمنهم العفق. قال البقية عادي ما فيش مشكلة. لكن معلش على المقاطعة أستاذ شفا، أخذت نعطيك زيادة 2 فقط. ماشي. لأنه الزمن أساساً انتهى صراحة، المكان يعني متوفر لنا، لكن ماشي أختصر. هنسأل الزيادة. نعم جميل أختصر. فالرجل يقول إنه هؤلاء يسببوا لكم هذا. يعني كنت أتحدث عن الأقاليم الفيدرالية، منطقة جزء من إريتريا وجزء من المناطق من إقليم العفر، كانت سموه إقليم، كان بإقليم عصب تقريبا، اسمه كان إقليم عصب هذه في الفترة الأخيرة في 87. فالرجل في رسالته يقول هذه الرسالة بعثت للصومال وبعثت لإثيوبيا. من إيش؟ من المخابرات الفرنسية. فبالتالي أنا أريد أن أقول الآن إنه قصة العفر الكبرى التي روج لها في كل الحركات، إذا سواء كانت حركات يعني طلعت ضد الظلم في جيبوتي وهي حركة الفريد وسمت بهذا، وحركات أخرى كانت أيضا توسم بهذا، لأن كان استغلال لفكرة استعمارية. فهذا ما كنت أريد أن أقوله. فيما يخص في إريتريا باختصار شديد، في إريتريا عندما جاء الاستعمار جاء من منطقة عصب، خاصة من مرقبلة مدينة قريبة جدا. ففي بحكم الواقع من الذي اصطدم معهم أخيرا في البداية؟ هم العفريين. العفريين لم يقبلوا، فنحن بعض العفريين نحن أحيانا نقول نحن أول الإريتريين فيما يخص الاسم، لأنه جاء الاستعمار من سوريا. من الذي اصطدم معهم؟ في كانت سلطنة اسمها سلطنة جريفو، وهذه السلطنة أخذوا السلطان وأخذوا حاشيته وقتلوا النساء والرجال في هذه المنطقة الإيطاليين. فأول معارك تحصل وصدام ضد الاستعمار تحصل في سلطنة جريفو، التي هي حاليا بيرو، هي المناطق الحدودية قريبة من عصب ومناطق حدود لحد المناطق الحدودية لإثيوبيا. ثم ثانية، يعني بالنسبة للرموز الكبيرة للعفر، عبد القادر كبيرة، الرجل عفري كما تعرفون، عفري وجبرتي، لكن ثقافته كانت عفرية منذ البداية. أول لغة يتكلم بها هي اللغة العفرية بحكم ميلاده وين؟ في شبه جزيرة موري، فهو من المناضلين الكبار. فجميع إخوانه حتى بعضهم كانوا يترجمون لهم، ما كانوا يتحدثون اللغة التيرينيا على فكرة. فيعني أول خلية لحركة التحرير، حقيقة أنا ما لا أستطيع أن أجيب، أول خلية في حركة التحرير في بورسودان كانت تعد أعدادها بعدد أصابع اليد، كان جزء منهم 2 أو 3 منهم كانوا عفريين. ف يعني مزايدة أن العفريين ليسوا لا يتمتعون بهذا الوطنية، أنهم لا يشعرون بهذا الانتماء للمواطن، هذه مجرد مزايدة وبعيدة عن الواقع. وشكرا. شكرا جزيلا أستاذ شفا. أنا بتصور معظم الـ يعني ما تتهم به القبائل مكونات العفر، بتتهم به كل المكونات اللي عندها امتدادات ديموغرافية مع دول أخرى. فدي إشكالية شوية، بتحتاج لوعي وطني من الجميع عشان ما تتسبب في الإحساس ب يعني الاتهامات والتشكيك في الوطنية. صراحة يعني يتنافى تماما مع تاريخ العفر، والكثير من المكونات برضو تتهم في مناطق أخرى، ما عايزين نخش في الديب، لكن في يعني
قضايا كثيرة تدعم برضو مشابهة في وطننا الحبيب للتهم اللي تتهم بها مكونات العفن. طيب الآن السؤال والفرصة للأستاذ درع دباس، هل لك صح؟ يا موجود. أيوه. أوكي اتفضل المايك لك. أستاذ زين حيترجم ولا إجابة أستاذ شفا؟ يبدو أن الناس استغلقوا من الترجمة، فأنت ليش تذكرهم يا درع؟ خليهم يمشي عليها. أعتقد معظم الناس اللي هنا بالمناسبة حتى الناطقين بالتجرينيا يعني ممكن يفهموا العربي، بس نسألهم إذا محتاجين ترجمة. تعقسي just try it once أستاذ زين. اضغط عليها مرة بس. اتفضل أستاذ درع دباس. أنا ما أتكلم مشكلة كوثر، ما خلاص قال تجاوزنا يعني. ماشي خلاص. أوكي. طيب. هاتي. أنا أتي نوحذر بقى تدلقن. أتير أنت شو من الناس. دخوني من سيات انتي تمكروك اسم اللوم زوسن اتي تسرعاتي اوكي كاب كاريكلم جميركا ناب معالتا ودسكور بزعبا اقراونت بزع زقبر نسويتي نمانسي كس اربا زخول حنقولو نابينا مقدي مرداتو معالتا وي تمهرتاوي يخون ذي انت يبغى سيفي كاوي تمرتي بهم انت تقريبي ومن سيات ناي حلفه تاريخ كحلفه لزخول ابي ارترات كله ناي تمرتي كاريكلم يخون ناي راديو يخون تي في يخون غازيتا نحاد امر ذي ذا معبلي سوهاني نيا اوثوريتيريان زخونه سرعات كمي غيرو تناتو الرأي يسرق نابت حزب سلا زخونه كاب دحرنا نات تحيزو بزحنات ايرترا بجاكا اب ساعسعيتن غويلان تزي كوينو بغبري نحر كترغمو هين كان مجمريا هتملصاد لكان اي بوليتيكاو بزحنات الله زخو تاوسو سلا زيد اللي تسرعات بزعبا بزحنات أب إيرترا زهاي تزاربها حادة لبينا حادة هزبينا مزمار تزي كوينو بتي منسي أخول بصول زخونة سيفيكاو تمرتي بزعبا أمهونت بزعبا هاقرنت بزعبا بزحنت قامنا تريلا قامنا ناي حبرة سب انتاي دلي خاني طرح بهيرات اللوانات شعات بهيرات كنا أن كم زيو ساعة سعيتن كم زيو زي كونه بزحنت انتاي تدلاي تات اللو ناي سلطان من مقرح ديو ناي هابت من مقرح ديو ناي معبالة من مقرح ديو بزخلو سلزم أخطيلو سلزم التسرعات كال قوي وي قوال مقدس وخونه ناي بزحنت وين هي حد البي حد حزبي استمرت راح نوابه توكيرو هيدو فلذي كاريكلام الناسي بوحدو تبزح بايس تخونن تاريخنا حد كفال نايتي كالس حزبي ارترات راح زن صبارو كلنا نسمع معلينا جكننا تفصيمو زباو غمبار يخون تقال لحنت يخون زخونه نيرترا كقادل يلو زواتس مسواته كم زخفلن كم تقادلن فلوتيو قن دهرنا أنت زلو مسرح كله ناب حادة ذهابي توفاين نت جيقن النت it's okay to teach توفاين نت جيقن النت قن كاني بذعبا تريل زخوني
material nay umma unnat ertrasi bi abzaha hizbi abzaha anqata tmisrat ndher koina abzaha politikawi nitfatat ka akhlu allo izi izi hizbi khsar sila zayd le demokrasi zbal qal mosorotu ktinkaf sila zayd le كساب حجيتي من سي الردادو بزعبة أمة سطحي انتهي بهال مارجينال زخونة بجاكا بهيرات أكدادنا كابو زي حل في مرداتو وخوينو صانيح تاريخ ايرتراب صحفو نبوزحات نوصنات لويل زخونو كم بعال ألم سجد تسفاي by the way he wrote a great book ألم سجد تسفاي but even it is hafon su loyal to the khone itafaq idlumbar and bkhala icon but still the su ab curriculum na ertra include icon bul kha gazika man kayn bubo nta zay koinu bugubu ab kala alamat zaba history na ertra mahat wasani giziz nabara na arba'atat na hamsatat zemher mathaf ta tsahifun kollo ab abiyata timirti gin اب لائبراري ناي ابيات تمرت خما زلو اي مثلا سو ذس از ذا ايشو ناي ساوا هاغراو اغلغلوت مهلاو ناي بزح بهيرات وي بزح كفالات حزب ارترا ابتي بروجرام مصمبارو ذات واز ذا بيست واي تو انتشمو ابروتش ناي بزعبا بزحنت زعابة تاريخنا حزب إرترا سحق أنيا تاريخنا حزب إرترا بعد ask anybody أب سواز تساتفة تيا معالت زخدا يزرقو هنياتو كلو بزعابة شوك أنا نايتي علامة ينتظر يكوينو بزعابة انتا عينت historical انتاشمو background تماهيرو واسيزو باليالن كمزبل ناخاب شاف ناب شاف ناب أقوال مقدس هون تاريخنا إرتراط رح أبو زديب تسوية من سينا حجي زسق أنا فلن ربلي نزين هاي دقة بعل زي نحن حادينا تشموز بحال يلن نايتقرأي هنا قبلو خلو نزي يستناقضه هنياتو background ترير تمهرتي ترير ethics سلزي وسده وي civicاو تمهرتي سلزي وسده وزي يسقع كا وغليلو بولن رب الكيخونت يوم من السهل I guess أنا يابزي يأخلن شكرا أستاذ درع ترسلنا أكا مثلني أوكي كنت ترقم سألوا أجعوا خطوة حجي I think كلتنا تردينا كنخون تسفى قبر الأخ شفا العفري محتاج ترجمة ولا فاهم أستاذ الشفا محمد يا مفهوم لا لا كويس عادي عادي ما فيش مشكلة طيب شكرا جزيلا الآن الفرصة للضيوف اللي مشاركين معانا هنا عبر منصة الزوم فرصة لشخص واحد سؤال أو رأي سلوى في قضية ذكرتني أخت كوثر في الترجمة ما قلتها الأخ إدريس الدكتور إدريس موسى اقترح أنه على الوفاق سنيت نعم. أن تتبنى هذا المشروع مشروع المركز أو المعهد ذكرتني سلوى شكرا كوثر شكرا عايزين ترجمة للإنجليزي يا سنيت تقرينا أستاذ حاول دكتور ديس موش انتايل نيرو سنيت أنا نقطة مهمة زيت عدق زيت قبرو أيلو حاتيتو نيرو أنا استرقم كوان زنقعية كوسر دما زكيرات النس لازين عاهد رايخ تقصد ليه مع إن أهم نقطة يا أستاذ زين شوكاي طيب شكرا جزيلا خاصة لين نحن سنيتاو يعني
طيب لو سمحتوا ترفعوا إذا في حد عايز المايك من الضيوف يرفع يده إذا عنده opinion أو عنده سؤال أو عندها ما يعني حق الأخوات. أستاذ سالون لو يا لو في مجال لك أنت يا just كم العلون دكتور أستاذ زين تي تا خلا خبلاز دلي أصفح حبيلو تزاربو دكتور إدريس موشين سودما داي تنا إما ونتسي سنيت نسخات كم زي زي أبروجكت كم بروجكت وصدوا نابكال أغنى بخطب صحوات خولي خمز بحال زي الإمنات اللي زلو لبوانيرا زي أنا إما جمر تعزي لما عالتن قوروز لنا سيمبوزيوم نتي نتي بروجكت خم مجمر خون تسوى قبر والتي thank you مصغب لله يغني الله. أوكي أعتقد كوسر لأنه لو في حد عايز مايك سلي disabled غيركم ولا خوم سنترالي سو نو disabled إيدهم حفا يبلون إيدهم حفا يبلون ما في حد رفع إيده سو زي كان يعني هم كمان يقدروا إذا عايزين يرفعوا يدهم يقدروا عندك أستاذ أحمد الخير تفضل. أوكي أستاذ أحمد الخير تفضل مايك لك عندك 3 دقائق إذا كان سؤال أو وجهة نظر يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بارك الله فيكم. الكاميرا لو سمحت الكاميرا ضروري الكاميرا يعني إذا مست والله حسب الانستركشن من الإدارة. طيب ما في مشكلة نفتح الكاميرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هتكلم بالعربي هي يعني أبغى بس هي توصية يعني هي توصية وليس سؤال. أولاً حقيقةً بارك الله في يوم سنيت هذه الفرصة تعتبر فرصة جيدة اللي أنا برضو أشارك عن بعد يعني. طبعاً أنا وصيتي دائماً في كل المؤتمرات الإريترية تطرح أشياء قيمة سواء كانت تاريخية أو تقييم للوضع الحالي. هذه ممتاز، هذه أشياء لإخوة بارك الله فيهم ساهموا في كل شيء، لكن هناك مشكلة لا زالت هي أنا أتمنى ربما تكون في برامج اللاحقة سواء كان قدا أو شيء من هذا القبيل، إنه لابد يكون في خطوة عملية. احنا نتكلم على التاريخ، بعدين واقعنا الآن اللي موجود الآن واقع مزري جدا، ما في آلية أو استراتيجيات معينة. دكتور بيان نقاش هو كان عرج على هذه المسائل بشكل خفيف يعني. فأنا وصيتي دائما لابد يكون خلاصة من الاجتماع هذا يكون في خطوات عملية، لأن المسألة مسألة ليست هي مثلا نحن عندنا تراث عندنا كذا وسوينا وفعلنا كذا، لكن في النهاية الواقع اللي موجود الآن، التفرق اللي موجود، الإشكالات اللي موجودة والصراعات اللي موجودة حتى في وسط الشباب، لابد هناك يكون برامج وخطة واضحة على أساس التعامل مع كل المتغيرات هذه. فنحن عندنا الجوانب السياسية، عندنا الجوانب الاجتماعية، عندنا الجوانب الثقافية، كل هذه الجوانب لابد يكون لها برامج وآليات وخطوات عملية على أساس نحن تكون رسمة للمستقبل. لأنه إذا كان الناس هي الآن الناس قاعد المتحدثين ربما ما يلحقوا التغيير في إريتريا، فلا بد يكون استراتيجية بعيدة المدى في هذا الجانب. فأنا وصيتي لا بد يتترجم المؤتمر هذا إلى خطوات عملية، وبعدين تخليه كمشروع، مشروع فيه آليات من المشاركين، ربما الاستعانة بخبرات خارجية، في نفس الوقت يكون في آليات كبروجكت مانجمنت يمشي للأمام. فأنا وصيتي في هذا الجانب. أبدي أخذ بلاد دليل اللغة على حديثها ضربات والكواس 3 دقائق ممكن حتى غطوا الصحيح لها تعشقوا بلا أبدي أنت أيد بلد اللغة نحن حجي إذا قبائي يزي نعم حكا تسبو قبائي أبكال بوتاتات منكم يكبرها له قلنا زخلوا تأرنيفك لا يقدن تعشموا بروغرام كله حجي هيستري فليتنا تسبو كلتنا دلنا تسبو كلتات يكون هذا حجي كابتز لنا كلتات كني قرنا لقدميت نخن كيد أبدي تات كل جزي أبتي زراء أخو بزح بوتاتات أزيت هاد ببروغرامز خيّد نكرتين. لذا أبدي أتا ناتي لبواخ من هذا اللي هذا لهم جاء
إنه نايجت النت دحرزي أكشن بلان كله لو إت أكشن بلان دما ناي بوليتيك كله نايخل ناي هزوار كله نايخل ناي منسيات كله نايخل مخليه تحجي استراتيجي كده حق برنامج الله خوينه دحريو إتيك أتسأل النت كله يقول نحنا لكن بتخونا تطرح كن الزارة دحنا نبر كين أنتي نخونا لنا بالفي أبو كلي لنا نترف على إذا حدا أما تشرش داخل بلاد دلما إتي استراتيجي كون دلو أبتخل بوتات دلو أبحثي combined جيركا coordination collaboration جيركا إذا نتدمج دلوا generation roadmap جيركا بخمي كم زخين هجي إتي dispute دلوا في social media تاشو لو إتي والدبات وين ما تم دك أساقسوا دلوا منتي إتي فتحز دك أساقسوا دلوا برنامجات تهلو إذا كل عقرقر دلوا تكبر دلوا مجهزبي أكثر فقال فهذه وصيتي وشكرا سامعين شكرا جزيلا أستاذ أحمد الخير. والآن بكده نحن نكون وصلنا لختام الجلسة الأولى لليوم. وفي الختام طبعا ما شكرت في البداية حفاظا على الزمن وعشان ما نضيع الوقت، لكن الآن نقتنم الفرصة ونشكر سينيت للدعوة اللي قدمتها لنا نحن كلنا. شكرا دكتور إدريس موشة، شكرا الأستاذ إدريس دريع، وشكرا للأستاذ شفا محمد. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الجلسة الأولى. شكرا جزيلا. شكرا لك الأخت سلوى نور. You did a wonderful job. Thank you so much. Next is group number 2. 5 minute break. We'll be back. Group number 2 كلهاتكم تقربوا. The next discussion we're going to start in 5 minutes. Thank you. We'll be right back. Fatenge ya Mahmoudi
بار يوكين تنفكي ومن تتمى معي نعبو بير الله للا لتركو وما تهمي عميتو في قوت عريس قلاحو ومن تتمى معي نعبو بير الله للا لتركو وما تهمي عميتو في قوت عريس قلاحو بحتى يروح يرجوتا يتابلو ليون تيتا بحتى